حقيقة نحن في وزارة التربية والتوجيه عقدنا عدد من الاجتماعات في رئاسة الوزارة، وأيضا جلسنا مع إخواننا في المجالس التربوية بمدينة نيالة، وحددنا فتح المدارس جميعها في الولاية بجميع المراحل، ابتداء من رياض الأطفال ابتدائي متوسط ثانوي. إن شاء الله تفتح هذه المدارس ابتداء من يوم الأحد 4/2/2024، حيث يتوجه إلى هذه المدارس المدراء والمعلمون، وإن شاء الله تبدأ الدراسة يوم 11/2/2024. خلال هذا الأسبوع من يوم 4 إلى يوم 11 يكون في ترتيب لفتح هذه المدارس، ترتيب في هذه المدارس وتنظيمها، وبعد ذلك إن شاء الله حتبدأ الدراسة يوم 11/2 بإذن الله في جميع مراحل التعليم بالولاية وفي جميع المحليات، ونسأل الله أنه يكون في تكاتف من الجميع، من المجتمع ومن الجهات الداعمة وشركاء التعليم، حتى نخرج بهذا العام إلى بر الأمان إن شاء الله. عندنا ترتيب للمدارس اللي تضررت من الحرب، شكر أجزله لإخواننا في اليونسيف، يعني جهزوا لنا جزء من الأساسات لبعض المدارس، إن شاء الله حنديها لبعض المدارس اللي تضررت بإذن الله. وإخواننا في المنظمات الأخرى أيضا يعني مهتمين بهذا الأمر، وفي اجتماعات معانا وفي تواصل معانا، إن شاء الله حيساعدونا في استمرار هذه المدارس وفي دعمها إن شاء الله.